مرحب بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. هنتكلم فيه النهارده عن الويك اند الاولى في اوغست او شهر 8 او شهر اغسطس 2023، وايه اهم الوقائع الفلكيه للابراج. طيب شهر اغسطس الاسبوع الاول زي ما احنا عارفين، احنا ابتدينا الشهر 1 و2 بفول مون موجود، اللي هو النهارده امبارح كان الفول مون موجود في برج الدلو، واتكلمنا في فيديو عن تاثير الواقع الفلكي ده على كل برج من الابراج، وقلنا ان اكتر الابراج المستفيده من الفول مون طبعا برج الدلو، لان يعني برج الدلو وبرج الميزان وبرج موطي شويه وبرج الجوزاء. فقلنا كمان ان الابراج ان بس برج الاسد يخلي باله ان تاثير الفول مون بيستمر لمده اسبوعين. ماما ممكن مامتي يا جماعه عماله تتفرج على الفيديو بتاعنا وعماله تضحك. انت ليه بتضحكي كماما؟ سعيده قوي كده ليه؟ طيب ف ماما وطي. طيب تعالوا بقى تعالوا نتكلم عن الحاله الفلكيه للابراج. قلنا ان تاثيرات الفول مون او القمر المكتمل، وفي قمر مكتمل على فكره اخر يوم في الشهر برضو، اللي هو القمر الازرق المكتمل الضخم يعني. فيعني ايه تاثيراتها؟ تاثيراتها على كل الابراج 14 يوم، من يوم 1 ليوم 14 تاثير الفول مون. قلنا ان اي حد عايز بدايه جديده او عايز يشتغل، عايز يوصل لحاجه معينه يسعى فيها، لان الوقت ده هو وقت السعي. كل ما هتسعى اكتر كل ما هتقدر توصل للي انت عايزه. ماشي؟ طيب يلا بقى نركز في ايه النصائح والتحذيرات للويك اند. الويك اند خميس جمعه سبت، يعني الويك اند 3 ايام، خميس جمعه سبت. طبعا في دبي الحد اجازه. قولوا لي انتوا الويك اند عندكم امتى صحيح؟ يعني ويك اند في مصر بتبقى خميس وجمعه وسبت. الويك اند ده بقى اللي هو بقى عارفين يلا نتنطط يلا نعمل كل اللي احنا عايزينه عشان نبقى مبسوطين قوي بقى بالويك اند، يعني من اول بكره وبعده وبعده. طيب الويك اند في الامارات جمعه سبت حد، صح كده؟ وما اعرفش بقى دول الخليج التانية الويك اند عندكم ايه. وليه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه بقى في العاطفه والحب والمشاعر الاسبوع اللي احنا فيه الاسبوع الاول؟ نتكلم نصائح تحذيرات للابراج، انا بحب النصائح والتحذيرات دي جدا. يا جماعه بليز اي حد تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب، واي حد حابب قراءه خاصه او استشاره خاصه يبعت لي على على الايميل. طيب الويك اند خلاص، الشمس موجوده في برج الاسد، الشمس موجوده في برج الاسد من يوم 1 ليوم 22، بعد كده الشمس هتتنقل لبرج العذراء. طيب عندنا فينوس متراجع طول الشهر، طول شهر اغسطس فينوس كوكب الجمال وكوكب الحب وكوكب المشاعر وكوكب الفن متراجع بقى. فتراجع فينوس ده ليه تاثيرات، قلنا ان احنا هتلاقي كل الابراج في شويه فيها علاقات اون اوف، شويه العلاقات العاطفيه متوتره الفتره دي، تلاقوا الناس كلها فاقده الباشن بتاعها، في انفصالات كتير وفي طلاقات كتير. فيعني الشهر ده شهر الفايتنج، يعني اي حد يخلي باله على علاقته مع البارتنر بتاعه علشان في خناقات كتيره جدا. فايه يعني في، وخاصه قلت برج الحمل يخلي باله، برج العذراء يخلي باله، برج الاسد، برج الدلو، برج الثور كمان والميزان، عشان هو الكوكب الحاكم بتاع الثور والميزان هو برج. يعني الناس دي تخلي بالها على علاقاتها، سواء مش لازم حب كمان، على علاقاتك مع اصدقائك، علاقاتك مع الناس اللي بتحبها، علاقاتك مع البارتنر بتاعك، مع الشريك بتاعك. فلازم تخلوا بالكم كويس قوي قوي قوي، اي تندنسي او اي رغبه في الانفصال ابعد عن البارتنر بتاعك او ابعد عن الشريك بتاعك، قول له مش عايزين نتخانق، خليك بعيد شويه، ابعدوا، خدوا اجازه من بعض، ريحوا من بعض، بس بلاش تصعيد امور. اي تصعيد امور ممكن يكبر، ممكن يؤدي الى انفصال. تراجع كوكب فينوس تاثيره قوي جدا على الناس المرتبطه او الناس اللي في علاقات عاطفيه. كمان خلي بالكم من عمليات جراحيه، بلاش اي عمليات تجميل، بلاش اي حاجه ليها علاقه بالتجميل، ولا فيلر ولا بوتوكس ولا تروحي تعملي حتى ديرما بان ولا اي حاجه، لان مضاعفاتها ممكن ما تكونش كويسه، ولا تشتري كريم جديد تجربيه ولا تجربي برودكت جديد. الحاجات دي مش برج، بتكلم جنرال، الحاجات دي مؤثره تاثير سلبي جدا جدا يا جماعه. يعني اقول لكم يعني حتى ما تقصيش شعرك، ما تغيريش لون شعرك، يعني انا عايزه احني شعري ربنا يستر. ما هو عايزه احني شعر يا جماعه. بص اسالكم سؤال، انا بدا يطلع لي شعر ابيض كتير قوي، بس بدا كتير قوي يعني لدرجه ان هو بقى شكله ملفت تحت الطرحه، فانا كل شويه اصبغه صبغه اسود اللي هو لوريال، بس بينشف جدا، شعري بقى ناشف قوي. وتاني حاجه كمان بيقع بشكل، انا شعري خف من بعد الصبغه بنسبه 90%، يعني تقريبا 90% وقع وفاضل 10%. قولوا لي بقى ناس بتجربوا الحنه مع الشعر الابيض بيشتغل ولا لا؟ حنه سودا يا ماما، في حنه سودا؟ كنت جايبه حنه معايا بس ما تشور يعني. عملها بتشرب البصل وتركيزه. السلام عليكم.
فموضوع الشعر الابيض اللي طلع لي ده ازعجني جدا بصراحه. طيب نكمل بقى. يبقى الابراج كلها تخلي بالكم برده من اي ماضي عقود جديده، يعني اي ماضي عقود لازم تركز في اي عقد جديد، تركز في الاحكام والشروط. عقود الزواج بلاش برده في الفتره دي، يعني غير مفضل خالص الدخول في عقود زواج او عقود قران في الفتره دي. طيب فينوس هيبدا في التقدم من يوم كام؟ من يوم 4/9. نصبر بقى. طيب تعالى نتكلم على الويك اند الحالي. القمر من اول بكره في برج الحوت، القمر موجود في برج الحوت المائي يوم الخميس يوم 3 و4، يعني يا هنيالهم يا سعدهم يا فرحتهم الابراج المائيه. الابراج المائيه هم الاكثر حظا والاكثر طاقه والاكثر نشاطا لمده يعني يومين. حوت منهم. بصي يا ماما بكره هيبقى مودك حلو ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب يخلي، يعني يا رب يساعدنا كلنا. ممكن يا جماعه تدعوا لي بقى ان ربنا يشفيني، عشان انا عندي مغص كلوي بقالي 6 ساعات من بعد ما اتغديت، وانا تعبانه قوي ونايمه، جنبي بيوجعني وظهري بيوجعني قوي، وعندي حاله يعني اغماء كده. انا بتكتب لي ده وما باخدوش. انت ماما معايا ولا مع الناس التانيين؟ بص ماما جايه تبوظ لي اللايف، قاعده في وشي ماسكه الموبايل والنضاره، عارفين بقى اللي هو تحس التيتات بقى نظام الجدات، وعماله تقسم عليا. طيب ماما بيقول لي كلها زي جدتك، ما انا ماما بتقول لكم هي جدة اصلا صح. طيب ده بابا كمان موجود في اللايف. ازيك يا بابا؟ ادعي لي يا بابا والنبي عشان عيانه. انا بتليفون اهو. انت بتقولي دي ماما ماسكه تليفون بابا. انت خدتيها يا لهوي. ايه ده، انت جبتي دي بتاع دي من المنصوره يا جماعه؟ دي بتفكرني بذكرياتي ايام ثانويه عامه. انت جبتيها ليه يا ماما؟ عارفين السكر. هنبدا بقى نحول الحاجات من هناك. كل ما نروح نجيب كل الحاجات اللي هناك ما خلاص مرميها هناك ليه، مالهاش لازم. سيبي الحاجات الاساسيه فقط. انا يا جماعه من المنصوره. مين هنا من المنصوره؟ يعني انا من المنصوره يعني قلبا وقالبا. ايه؟ ف يعني انا مين هنا من المنصوره كمان زيي، وتحبوا المنصوره ولا لا كمان. طيب فالابراج المائيه يوم الخميس والجمعه عندكم طاقه حلوه، عندكم انرجي حلوه، يعني خلوه بقى يعني هم الاكثر حظا. مين نقولهم بالترتيب؟ 1 برج الحوت هو بكره الملك، 2 برج العقرب، 3 برج السرطان، 4 برج الطور، 5 برج الجدي. مين بقى اللي لازم ياخد باله كويس قوي؟ اول واحد العذراء. برج العذراء بكره وبعده يومين مش سهلين، يومين صعبين، يومين فيهم انت داون متضايق مخنوق، علاقاتك العاطفيه فيها مشاكل، علاقاتك المهنيه، يعني اي حاجه ليها علاقه عن الشراكات. مكتوب هند زاهر، رايك كده يا جماعه؟ هو ده زاهر ايه ماما؟ هجيبها لك من على الفيسبوك. موجوده عندي في المكتب. لا مش هي. مش هي؟ فيبقى الابراج المائيه والابراج الترابيه بكره عندكم طاقه، عندكم انرجي، تقضوا يوم حلو، مبسوطين، فرحانين، عندكم سعاده، بتقدروا توصلوا اللي انتوا عايزينه، عندكم تحقيق امنيه، بتقضوا وقت حلو مع العيله، بتبسطوا. كل الابراج المائيه والترابيه ما عدا برج العذراء. ليه؟ لان برج الحوت في وشك، في الدائره قمر الحوت في وشك، وكمان قمر الاسد شمس الاسد بيضغطوا عليك، انت تخلي بالك. كمان الاسد والحمل والدلو والقوس والجوزاء والميزان بكره وبعده يومين شويه تقال، يومين شويه ممكن تحسوا ان طاقتكم منخفضه، كسل، مشكله تحصل بتكبر، فيعني عدوا اليومين دولت على خير. البرج الوحيد اللي لازم بكره وبعده يشتغل على اي حاجه عشان يريح ايه؟ سبت وحد، هو برج الميزان. ليه يا رشا يا مراد؟ لان يوم السبت والحد القمر هيسيب برج الحوت ويتنقل لبرج الحمل الناري، فهيبقى في وش برج الميزان في الدائره الفلكيه. فمطلوب من برج الميزان، كل مواليد برج الميزان يخلوا بالهم من يوم السبت والحد يومين. اللي بيقول لك هنا عذراء مش جايه على الخط مع الحوت، العذراء ضد الحوت. انا عندي زملائي في العمل بلا ذكر اسماء برج الحوت بيكرهوني في حياتي، مش هقول اسمائهم، بس يعني برج الحوت مع برج العذراء يا جماعه دون ماكس، علاقه مش احلى حاجه في الدنيا. يعني ما انا وانا وماما بصوا، انا يعني انا وبابا متخانقش كتير خالص، بابا عقرب وانا عذراء، انا وبابا علاقتنا سويه جدا ما فيهاش مشاكل خالص. انا وماما طول النهار بنقطع في بعض، حتى راند وماما، مش انت علاقتك برضو اسراء وماما؟ احنا في 3 في العذراء في البيت يا جماعه، انا
اكبر واحده، واختي اسراء ورند بنتي، احنا الثلاثه عذراء. ماما ما بتبطلش خناق معانا احنا الثلاثه، ولا الدلو كمان. هو انت بتتعاملي مع مين؟ الدلو من رنا وعمر واحمد صبحي. احنا الثلاثه ما بتعاملش معاهم. احنا نعمل انترفيو مع بابا دلوقتي. بتقول لكم بص يعني هي كانها العيله كلها بصراحه يعني. طب عذراء رجل وحوت انثى ايه ظروفهم؟ يعني هما يعني يا اما ينجذبوا لبعض قوي يحبوا بعض قوي، اما بيبقوا ناقر ونقير بيشدوا في شعر بعض. بالاخر العذراء ما بيمشيش صح، والحوت ما بيعجبوش. اهلا باهل تونس سوسن نجي، انا بحب تونس جدا. انا تعرفوا ان عمري ولا انت عمرك سافرتي تونس او الجزائر او انا لبنان. عمري ماما راحت لبنان، انا ما رحتش لبنان ولا عمري. يلا اعملوا لي انفيتيشن. تونس والجزائر والمغرب عمري ما زرتهم. والقوس يا رشا والقوس، هو في حد عمال يكتب لي كلمه على القوس عشان في حد شتم في القوس؟ احكي له القصه عشان مش فاهمه ايه اللي حصل مع برج القوس. مين اللي شتم في برج القوس؟ ما اعرفش، مش متابعه. ده برج القوس ده برج انرجيتك كده، ويعني صور وراجل الاسد التوافق. لا الثور والاسد مش بتفقوا مع بعض قوي برضو، عشان الاثنين شخصياتهم قويه جدا 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 كمان. طيب نرجع لموضوع الحلقه. الثور والاسد منفوخ. مامتي بقت خبيره تصدق والله. صح الثور مغرور والاسد منفوخ. صح فالاثنين اصح. طيب فيبقى احنا يبقى الابراج اللي لازم تحذر من اول بكره مين؟ واحد العذراء، برج العذراء ما تدخلش في خلافات. خلي بالك على علاقاتك مع المانجرز بتوعك، مع مديرينك، مع رؤسائك في العمل، مع زملائك في العمل، مع الشريك بتاعك. يعني ما تدخلش في خناقه، ما تدخلش في حوار، ما تدخلش في مشكله، المشكله هتكبر. يعني عدي اليومين برضو صحتك من النهارده مش من بكره يا برج العذراء. صحتك مش احلى حاجه في الدنيا، ممكن تحس شويه ان طاقتك منخفضه، مش قادر، مش عايز تخرج. يعني اصحابك يقول لك تعالى تخرج تقول لك لا مش قادر قاعد في البيت. ممكن يكون عندكم الام في اسفل الظهر زي كده. والله العظيم عندي الام في... والنبي يا برج العذراء قولوا لي عندكم الام في اسفل الظهر وفي وسطكم وفي جنبكم وفي التور. بتقول التور مش مغرور؟ لا التور متالق يعني مش مغرور. لا التور شايف نفسه على فكره. انت ما غلطتيش. شايف محدش احسن مني. لا انت هتخافي ولا ايه؟ لا مش خايفه بس مش ما تغريش رايك. هو بيمشي يعني حاسس ان محدش احسن منه في لبسه في تدريسه في انا عشرة. في واحده بتقول لك حجوجه ازاي؟ طب تعالى هنا يا ماما انت مش هتبيني. تعالى حد كاتب لك حجوجه ازيك متابعاكم من الجزائر والنبي قولي لها تعمل توقعات برج العقرب. حاضر والله هعملها لكم النهارده عشان خاطر ماما. حجوجه بيقول لك حجوجه ايه حجوجه. النيك نيم بتاع ماما دلوقتي حجوجة ليلى. مامتي اسمها ليلى. العقرب غيور. ماما بتقول لكم العقرب غيور جدا جدا. يا لهوي مرحب بيك في الجزائر يا حبيبتي. والله عمري ما زرت الجزائر ولا المغرب ولا تونس. في هي في بتاع هي مين اكتر؟ يبقى يا جماعه الويك اند دي الابراج الترابيه يو ار ذا لاكيست ما عدا برج العذراء. الابراج اللي لازم تخلي بالها برج الاسد، برج الحمل، برج القوس، وبرج الجوزاء والدلو. الميزان انجزوا كل حاجه لان برج الميزان فيه مشاكل كتير جدا من اول يوم السبت لان الشمس هتكون في وجهته. طيب السبت مين هم الابراج؟ سبت وحد القمر هتنقل لبرج ايه؟ لبرج الحمل. فالحظوظ والطاقه والانرجي والنشاط والوفره بتتنقل للابراج الناريه. يعني سبت وحد القمر لما يتنقل للابراج الناريه فبيدي طاقه للابراج الناريه اللي هم الحمل والاسد والقوس، ومعاهم كمان برج الجوزاء وبرج الدلو. اوكي. اما برج الميزان يخلي باله هو والابراج الترابيه والابراج المائيه، وبرج العذراء هيخف عليه الضغوطات شويه. يعني لو انا قارنت برج العذراء يعني خميس وجمعه في ستريس، في ضغط، في مشاكل، في حاجه قلقاك، يوم السبت افضل بكتير جدا من الخميس والجمعه. اوكي. يعني يوم السبت بالنسبه لك احسن بكتير جدا من الخميس والجمعه يا عذراء. الميزان انت السبت وال يوم السبت والحد تحذروا جدا جدا. خلي بالكوا بلاش برضو مشاكل، بلاش عصبية، بلاش نرفزة، بلاش تزعلوا حد منكوا، ابعدوا عن اي طاقة مشاكل. ف يعني ركزوا جدا جدا. فانا اعتقد ان هي اسمها ايه دي يا ربي، ويك اند سعيدة جدا على الابراج المائية. طيب يا جماعة انا هعمل لايف دلوقتي اسئلة واجوبة وهدخل ماما معايا. say hi to مامتي. قولي يا ماما اهلا بيك. نزلي البتاع بس تحت شويه. فهندخل دلوقتي يعني هقفل اللايف ده بتاع التوقعات وهندخل بقى لايف اسئله. طب ما تخليه هو اسئله واجوبه. اوكي يلا باي.